وللمزيد حول الأسواق العالمية ينضم إلينا مباشرة من دبي رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في أكويتي جروب. رائد أهلا وسهلا بك معنا. الأسواق مرتفعة صباح هذا اليوم في آسيا أيضا في أوروبا أو معظم أوروبا. أولا هل انتهينا من الموضوع الجيوسياسي وأين يذهب تركيز المستثمر الآن؟ نتائج الشركات؟ بلا شك طبعا اعلانات ارباح الشركات سوف يكون لها دور حاسم خلال تعاملات هذا الاسبوع للوقوف على مدى يعني فعاليه او طلابه هذه الارتفاعات الكبيره التي شهدتها اسواق الاسهم في منذ مطلع العام حتى الان، وللوقوف ايضا على مدى تأثر السلبي بالبيانات السلبية الأخيرة للتضخم التي شهدت تأكيد على أنه وتأكيدات الفيدرال الأخيرة لأنه ممكن تأخر أو تقلل عدد مرات تقليص أسعار الفائدة من الفيدرالي. هذا يعتبر عامل سلبي كان لأسواق الأسهم. الآن أسواق الأسهم تحاول تعويض هذا الأمر الارتفاع بعض الشيء خلال تعاملات هذا الأسبوع. عم نشوف ريما يعني أنه ربما هو الأبرز البيانات المنتظرة ربما التضخم والبي ام ايز إضافة إلى إعلانات أرباح الشركات، ولكن في نفس الوقت عم نشوف أنه في عندنا مستويات دعم على أكثر المؤشرات الرئيسية على ناسداك وعلى داو جونز. إذا ارتد منها السوق حافظ عليها السوق خلال تعاملات الأسبوع الماضي مع ختام التعاملات وارتد من هذه المستويات الاتجاه الصاعد، فإجمالا يوجد نوع من التفاؤل بين جمهور المستثمرين، لذلك عم نشوف هذه الارتفاعات الطفيفة أو الإيجابية خلال أول أيام تداول هذا الأسبوع. حتى بعيدا عن أرقام التضخم، حتى مع صدور الأرقام الاقتصادية الجيدة من الولايات المتحدة والتي تعزز التوقعات من سيناريو أسعار فائدة عالية لفترة أطول، ألا ترى أنه ممكن أن يكون في بعض التراجعات على وول ستريت في الفترة المقبلة؟ يعني أعتقد عملية التصحيح اللي هي نحن شفناها حوالي 5% إلى 7% على المؤشرات الرئيسية هي أمر صحي جدا، وتعتبر في نطاق التصحيح الإيجابي الذي ممكن أنه يعزز الاتجاه العام الصاعد على أسواق الأسهم وعلى المؤشرات تحديدا، وكما تفضلتي بالنسبة للول ستريت. العامل الإيجابي المهم أنه عم بيكون في عندي ريسك تيكينج أبيتايت أو عندي رغبة باتخاذ المخاطرة بشكل كبير من قبل جمهور المستثمرين في الآونة الحالية وفي الفترة الماضية كذلك الأمر، ويعود هذا الأمر إلى الأداء الإيجابي والملفت للاقتصاد ولأداء هذه الشركات. إذا طلعنا حتى الآن تؤدي أداء جيد من خلال إعلانات الأرباح تبعها، من خلال الاستغلال لطفرة الـ AI وما إلى ذلك. بصورة غير مباشرة يوجد مزيد من الارتفاعات قبل أن يكون هناك أي هبوط، وربما مقارنتنا ب 2023 التصحيح 10% اللي صار بالربع الرابع أعتقد أنه بالربع الثالث أعتقد أنه هذا الأمر كان سلبي بين المستثمرين، وعاد السوق وصحح كل هذا الأمر واستمر إلى هيستوريكال هايز وقمم جديدة. الآن تصحيح جديد 6-7% ليس بأمر ذو خطورة كبيرة على الأسواق حتى. نعم، إذا تتوقع نتائج إيجابية من شركات التكنولوجيا التي سوف تعلن هذا الأسبوع وبالتالي ارتداد على أسهمها؟ بشكل كبير نعم، حتى الآن نحن عم نشوف أكثر من 40% من الشركات التي بالتكنولوجيا تحديدا واللي نحن عم نستناها هذا الأسبوع أظهرت في تقاريرها، 20% منهم أظهر في تقاريره الـ AI وطفرة الذكاء الاصطناعي وكيف يستفيد منها بشكل كبير جدا. أعتقد هذا الأمر سيستمر بتقاريرهم الدورية وربما في إعلانات الأرباح يعزز هذا الموضوع بشكل أكبر. ننتظر مجموعة من الشركات الكبيرة في هذا المجال تعلن أرباحها هذا الكوارتر، وشايفين أنه النفس والاستمرارية لا تزال موجودة والطلب الحقيقي على الأرض لا يزال موجود، فبالتالي من المرجح بشكل كبير جدا أن تستمر بالارتفاعات، ويوجد في نفس الوقت ثقة جيدة. إذا ربطناها مع الهبوط الأخير في الأسبوع الماضي فكان في عندي مراكز شراء من أسعار أقل حتى بالنسبة للمضاربين والمتداولين على المدى القصير،
فكان في عندي موجة دخول جيدة وربما تتعزز أكثر خلال فترة تعاملات الفترة الأمريكية اليوم. إذا شفنا ارتفاعات أقوى فهذا يعني يوجد مشتري جديد قوي يستغل موسم الأرباح ويستغل هذا الأسبوع تحديدا. رائد، هل بتعدل محفظة الـ 60-40 given التضخم العنيد وعدم قيام الفيدرالي بتيسير السياسة النقدية قريبا؟ هل حان الوقت أن نكون أكثر تحفظا أم لا؟ حقيقة لا، لسبب بسيط، أنه في عندي مجموعة من العوامل الرئيسية لا تزال موجودة خلال هذا العام. لساتنا عم نستنى انتخابات أمريكية في تعاملات في نهاية تعاملات هذا العام، ونعلم تماما أنه يعني لن يدخل رئيس أمريكي جديد دون أن يكون هناك أسهم cheering for him أو أنه يكون أداء الأسهم جيد بشكل عام. يوجد عندي أرضية صلبة وإيجابية لمزيد من الأداء الإيجابي. نحن عم نشوف المعطيات الاقتصاد الأمريكي لا تزال تؤكد هذا الأمر. موضوع ارتفاع أسعار الفائدة أو المخاوف من أبقاء أسعار الفائدة المرتفعة لفترة قد تمتد بعض الشيء ليس له تأثيرات سلبية كبيرة على أداء الأسواق، ولا تزال توفر أسواق الأسهم سواء كابيتال جين أو من خلال يعني الييلز أو العوائد عم توفر الديفيدنس عم توفر الفرصة الأفضل من أنه يكون في عندي ركون أكثر لأسواق السندات. وفي نفس الوقت نحن مقبلين بلا شك إلى مستقبل فيه أسعار فائدة أقل، وبالتالي السندات راح يكون عوائدها راح يكون الاستثمار فيها تحت ضغط أكبر في الفترة المستقبلية. إجمالا الفرصة لا تزال أكثر تحفيزا خلينا نقول بالنسبة لأسواق الأسهم، وتحتوي وتكتنف على مزيد من الارتفاعات في الفترة القادمة واستغلال للطفرة الموجودة حاليا. رائد، هل وصلنا إلى القمة بالنسبة سعر أونصة الذهب هذا العام؟ بشكل كبير نعم، نحن قريبين جدا من قمة تعاملات هذا العام. كل الارتفاعات اللي شاهدناها سواء كانت من مشترين كبار مثل البنوك المركزية أو سواء كنا نتحدث على الجيوبوليتيكال تنشنز أو التوترات الجيوسياسية والحروب وما إلى ذلك، نعلم تماما أن تأثيراتها تكون مؤقتة ولكن حادة، وبالتأكيد شفنا هذه التأثيرات تدفع بأونصة الذهب فوق الـ $2,400 للأونصة. ولكن بموازنة سريعة وفعلية على سعر الأونصة وعلى كمية الطلب الموجود وبالنسبة لمعرفتنا على آلية المضاربات التي قد تحدث على الذهب، فهذه الارتفاعات القوية يجب أن تواجهها تصحيحات قوية، وربما قد تؤدي هذه التصحيحات القوية إلى وإن كانت بطيئة ولكن راح يكون في عندي تصحيح عميق نسبيا يرجعني عند الـ $2,170 إلى $2,180 للأونصة قبل نهاية تعاملات هذا العام. ومن هنا ممكن أن ندخل بمنطقة عرضية، من الصعب جدا العودة إلى ما دون مستويات الـ 2000 والاستقرار، ولكن هذا التصحيح سوف يكون بلا شك يعني منطقيا أكثر بالنسبة لسوق الذهب كما نعهده وكما وفرصة للشراء بعد التصحيح لربما. بلا شك. شكرا جزيلا لك رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب.